توحشني. وانت كمان اوعى تنسيني. ما اقدرش. يعني انت بتعترفي انك انت يوميها كنت نايمه في حضنه؟ انا كان نفسي قوي انك انت تطلعي بيها. ما حسيتيش مره انك عايزه تاخديني في حضنك؟ احساسه ايه الحضن ده؟ يعني يعني انا ما اعرفش احساسه ايه ولا حتى معناه. انا ما بعتكوش غير لما ضمنت ان البيعه نظيفه. شوفوا انتوا مين وشكلكم عامل ازاي. لو راجع بيا الزمن تاني هبيعكم لاني مطمنه عليكم. مين العيل بعيل؟ انت بتكلمني في قرطاسين لب؟ أزقزقها ويعملها في زباله؟ يا ابني انت بتكلمني عن ابني؟